السؤال السؤال الثاني، الثاني، الصلاة على الجنازة، إذا صلى الواحد على أكثر من جنازة هل يكتب له أجر أكثر من جنازة؟ ونعرف أنه يعني الصلاة على الميت قيراط، فإذا صلى على 10 جنائز هل له 10 قيراطات أو ماذا؟ طيب نرجو أن يكون له الأجر بحسب نيته، له الأجر بحسب نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هل قصده الصلاة على عدد من الجنائز جميعا بصلاة واحدة؟ نعم. أو قصده أنه يذهب إلى يتتبع الجنائز في المساجد ويصلي عليها؟ الكل إن شاء الله فيه خير. نعم.